السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أعزنا الله وإياكم جميعا في هذه المساء المباركة وهذا المسجد المبارك. إن شاء الله سأتكلم قليلا فيما يتعلق عن بر الوالدين. فقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقد أمرنا الله تعالى ببر الوالدين، وهذا البر ليس خاص لهذه الأمة، بل وقد وقع لأمم السابقة، كما قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في قصة يحيى: وبرا بوالديه. وقال تعالى كذلك في قصة عيسى: وبرا بوالدتي. وفي الحديث إن شاء الله قد حفظنا في قصة جريج كذلك، وكذلك في حديث رجل حبسه الألغار في الجبل ثم يتوسل بعمله، وعمله بر الوالدين فاستجاب الله عمله أو فقبل الله عمله. وقد جعل الله بر الوالدين تحت أو بعد عبادته المكتوبة أو الفريضة أو الواجبة، لقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ماذا؟ هل هي الجهاد؟ العمل بعد عبادة الله هل هو جهاد أو صدقة أو ماذا؟ فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ماذا يا رب؟ هل هو جهاد؟ هل هو صلاة نافلة؟ وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال الخير أو أفضل أو أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها، يعني الواجبة الفريضة. قال بر الوالدين، ولا يجوز لأحد طاعتهما في معصية أو ترك معصيتهما، بدليل بر الوالدين. لا يجوز على أحد أن يترك أبويه في معصية، لا يترك أبويه في معصية بدليل بر الوالدين.
liqaulillahi jalla wa ala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'atun fi ma'siyatillah la ta'ata li basharin fi ma'siyatil khaliq aw la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa qad 'alimna al-manzilah wa qad 'alimna al-manzilah al-'azimah lil walidain fil Islam wa amrana Allahu an yakula lahumma qawlan layyina wa qawlan sadida wa qawlan karima wa hallama Allahu 'ala an-nas huququl walidain wa huququl walidain min al-kaba'ir liqaulillahi ta'ala fala takul lahum uff fala takul lahum uff uff faqad la yajuz wala siyama fawqahu wala tanharhuma la tarfa' sawtak inda abawayk wa qul lahum qawlan karima wa qul lahum qawlan layyina wa qul lahum qawlan sadida wa fi hadithi an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalatha marrat ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna bala ya Rasulullah qala al-ishraku billah thumma huququl walidain al-huquq al-walidain min al-kaba'ir thumma ala shahadat az-zur wa qawl az-zur ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah fa aqulu amamaka al-ana bab al-jannah idha ghalaqa wahid fa wahidun yantadhiq famadha taf'alu famadha taf'alu bil wahid idza ra'aita annahu sayughlaqu akunta tatlukahu fayughlaqu akunta tatlukahu fayughlaqu falam taf'al shay' fala tubali bi ghalaqihi am kunta tushahid inda ghalaqihi falam taf'al shay' wad-dumu'u ba'da al-ghalaqi la tanfa' hatta dumu'a ad-dam falan ta'ud dhalika al-bab fabadir qabla an tandam ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an akhtatimu bihada al-qawl أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم